افتتح اليوم في المنامة مؤتمر الكيمياء والصناعة والمعرض المصاحب الذي تنظمه الجمعية السعودية العالمية للعلوم الكيميائية بالتعاون مع جمعية الكيميائيين البحرينية ومشاركة نخبة من علماء ورواد علم الكيمياء من مختلف أنحاء العالم بحضور معالي وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين حسن فخرو، الذي أكد أن التحديات التي تواجه الصناعات النفطية والبتروكيماوية تتلخص في زيادة الطلب العالمي على المشتقات البترولية وأهمية البحوث العلمية في مواكبة مستقبل الطاقة. تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، نظمت الجمعية السعودية العالمية للعلوم الكيميائية، فرع الجمعية الكيميائية الأمريكية وجمعية الكيميائيين البحرينية المؤتمر الدولي الثامن للكيمياء في الصناعة. هذا المؤتمر مؤتمر مهم، لأنه الجمعية السعودية الكيميائية فرع للجمعية الكيميائية الأمريكية. الحقيقة أنها يعني لها الريادة في تشجيع التعاون العالمي في مجال الكيمياء في المنطقة، والجميع يحرص على المشاركة، ومدينة الملك عبد العزيز العلوم والتقنية بصفتها الجهة التي تدعم وتشجع البحث في المملكة، وأيضا تقوم بالبحوث الوطنية في هذا المجال، تحرص على المشاركة، وهذه ما هي أول مرة نشارك. فأنا شخصيا شاركت أكثر من مرة، وكثير من الباحثين سواء كان في مدينة الملك عبد العزيز أو في الجامعات السعودية والشركات السعودية تشارك بصفة مستمرة في هذا الحدث. وقد تناولت الجلسات والمحاضرات آخر ما توصلت إليه أحدث البحوث المتعلقة بالكيمياء الصناعية وطرق تسخيرها لتطوير تلك الصناعات النفطية والبتروكيميائية في المنطقة. هناك الكثير من أوراق العمل من أرامكو، وفي الحقيقة أرامكو هي المنظم الرئيسي للمؤتمر. فأرامكو مركز الأبحاث يعمل على تطوير كل متطلبات المؤتمر من سنتين. فأي شيء أرامكو تسعى دائما لرفع الكفاءة الإنتاجية والتعاون في مجال الأبحاث وإيجاد الفرص المناسبة للتبادل المعرفي، والمؤتمر هو أحد العوامل المساعدة في التبادل المعرفي والاحتكاك ونشر الوعي. هذا وقد صاحب المؤتمر معرض متخصص عرض من خلاله المشاركين الأجهزة والمعدات التي تعتمد على أحدث التقنيات والتكنولوجيا المستخدمة في مجال تصنيع وقياس جودة المشتقات البترولية والكيميائية. وأعتقد اللي يدخل المعرض ويشوف العدد الكبير من المشاركين ما يزيد عن 100 شركة يعطي فكرة يعني ممتازة الواقع عن أهمية المعرض واهتمام الناس به، وخصوصا في البحوث المقدمة له، ونتمنى له كل توفيق. سابق شركة كما تعرفون في قطاع البتروكيميكلز، وهذا المعرض هنا هو كيمستري اندستري، ومن المعارض المهمة جدا والحيوية بالنسبة للجلوبال اندستريالز. فسابق الآن مشاركة بعدة آيتمز هنا في المعرض، مشاركة بخمسة ورقات عمل في المعرض، ومشاركة كذلك بوان بوستر، ومشاركة بمعرض بالإكزيبيشن بوث هنا حاليا. 105 أوراق علمية نظرية تم تداولها في مؤتمر الكيمياء في الصناعة، تناول من خلالها الرواد في علم الكيمياء أحدث البحوث الكيميائية الصناعية، وركزوا على دور تكنولوجيا النانو في مواكبة مستقبل الطاقة في آخر الجلسات الختامية. للأخبار حوراء البعينين، المنامة.